de toi. Missio. Oi. مشاهدي شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. معنا الراقصة شاكرة بطبيعة الحال اللي كتعرفوها، اللي كتحضر في مجموعة من الحفلات وكذلك الأعراس اللي كتكون بالخصوص خيرية، يعني مجموعة من الأعراس الخيرية ولا كذلك الحفلات الخيرية كنلقاوها دائما متواجدة، هي الأولى دائما كنلقاوها حاضرة. الآن كيف ما كتعرفوا الآن حنا في عرس اللي هو خيري، دير واحد الجروب على قبل واحد الكوبل حاليا متواجد هنا، نسولها مجموعة من الأسئلة، أسئلة من بينهم يعني خرجات صريحية ديال المنتقدين ديالها وكذلك من بعض ضجة ديال صريح ديالها في برنامج حواري مع سمير الداودي اللي قالت فيه ان الرقص حلال. يعني غادي نتكلموا الان وغادي توضح مجموعه من الامور اللي ربما الراي العام ولا المغاربه وقعوا غلطات وما فهموش الكلام ديالها فين بغات توجه وكذلك فين بغات تحدث. مرحبا. اهلا. تشككت. مرحبا حمزه. عادي، انا هاد الجروب ماشي اول مره نخدم معاهم، يعني هذا واقيلا ثالث عام غندير معاهم، و كل مره كان كيصيفطوا ليا كنرحب اكيد، اللي هادشي زعما معروف عليا في الساحه، اي الا كانت شي حاجه نقدر نعاون بها كنجي على راسي وعينيا. وبغيت نقول لعرسان من هاد المنبر الله يكمل عليهم بالخير وان شاء الله بالدرية الصالحه. يعني بالنسبه للحفلات الخيريه مثلا الاعراس هادو اللي كتحضري فيهم مثلا وكتجي انت دائما كتطلب، يعني كتوجه لك الدعوه كتلبها كتشي، بعض المرات تقدر تلقاي يعني مشاكل كيخلق لك شويه هادشي مشاكل ولا لا؟ بحالاش؟ يعني الحفلات ولا الاعراس الخيريه ملي كتحضري لهم يعني كما بين قوسين بدون مقابل فابور، كتشوفي ملي كيخلقوا لك شويه المشاكل ولا لا؟ بالعكس، شوف ما كيعيط لك ولا ما كيبغيك تحضري معاه غير اللي كيبغيك، وما كيجيو الناس غيعرفوا ان واحد الفنان كاين وكيحضروا، دونك دوك الناس كيبغيوك. علاش انا واحد الانسان ولا واحد المجموعه ديال الناس كيبغيوني وبغاوني نكون معاهم، علاش ما نكبرش بهم؟ علاش ما نحضرش معاهم؟ بالعكس، شي حاجه اللي كتبسطني انا وكتفرحني، ملي كتعرف انك انسان محبوب عند الناس، و علاش بالعكس شي حاجه اللي على راسي وعينيا. علاش ديما الاسم ديال شاكيرا ديما كنربطوه بمجموعه من الانتقادات ديال الناس كيتهضروا في التصريحات ديما كنسمعني شاكيرا تابعه للضجه؟ شوف، يمكن شاكيرا حيت كتفكر بواحد الطريقه مختلفه على الناس، كتشطح واحد الشطح مختلف على الناس، على الراقصات زعما كتخلط بين الشعبي والشرقي، يمكن بعض الخرجات ديالها يعني كنهضر بتلقائيه، ما كنخبيش وما كنزوقش الهضره، داكشي اللي ما يلوجو في خاطري كنقولو نيشان. يمكن هادشي الناس، شوف الناس تعودوا على الفنانه ولا على الناس اللي معروفين في الساحه انهم كيزوقوا الهضره وكيبيعوا الهضره. انا لا، انا انسانه صريحه، انسانه بسيطه، انسانه اللي في قلبي على لساني، وهادشي كيخلق ليا مشكل وغنبقى ديما هكاك وما غنتبدلش. هادي بالنسبه لي انا ميزه، هادشي اللي كاين. يعني كتشوفي كاين مجموعه من الناس كيجبدوا سميتك كيتعرضوا في، شوف فهمتك على ما كتهضر. اللي بغى يجي لبس واحد الانسان ما معروفش بغى يجي لبس كيجبد شاكيرا، مادام انسان كي قلتي سميه اللي معروفه وديما تبع واحد الدجه، اكيد اي واحد بغى يتشهر ولا بغى يتعرف كيجبد شاكيرا، اي واحد ما عنده ما يدير يجبد شاكيرا. وانا ما غاديش نبقى جالسه وكنجاوب كلشي، ما كنجاوبش الحماق، ما كنجاوبش الناس اللي كيديروا غير التفاهه، ما كنجاوبش بنادم اللي ما عندوش ما يدير. من نهار بديت ومن نهار تعرفت لدابا جاوبت مره واحده في حياتي واحد الفنانه كانت جبدتني وبواحد الطريقه ما عجبتنيش، وهذيك الفنانه كنت كنحترمها وكنت من لي فان ديالها ومتبعها، فاش هضرت عليا بطريقه خايبه هذيك جاوبتها حيت كانت عندها واحد البلاصه عندي انا، كنت كي قلت لك من الناس اللي متبعينها. اما باش نجاوب واحد الانسان تافه، انسان ما عنده ما يدار، انسان عند راسه راه الجسم والشكل هو المدخول ولا هو الحاجه اللي يقدر انه يصور بها واحد الطرف ديال الخبز، بغى باش يدير البوز بين قوسين باد بوز غير جبد شاكيرا، ما مسالياش انا، ما مسالياش باش نجاوبك لا انت ولا انت، ما مسالياش. يعني
لان شوف انا اللي بغيت شهر الله ييسر ليه، غير هو خصو يكون بعدا عنده شي حاجه باش غيتشهر، ماشي غنجيب واحد الانسان هبيل حماق ونشهروه من الفراغ غيتشهر هكاك، غادي يطفى واحد النهار. انا ماشي اختاريت هاد الطريق، انا ما مسالياش انني باش نجاوب الناس، ما بالك انسان حمق ولا وحده حمقه طلعت فواحد البرنامج تعاملت مع المذيعه بواحد الطريقه ما زويناش، جات منقات ما يدارش بداتني انا ما غنجاوبهاش. الا هذيك الانسان عندها الفصاله هي كل شيء، ولا فصاله البرميل هي فصاله الزبونه وهي وشاكره كذا وكذا وشك، ما غنجاوبهاش. نجاوب يعني بقاش الناس كتعتقد على طريقه السياسيه ولا كتخدمي لي، انما كتعتقد على الفورم تاعك على الشكل على الفورم لا تشطح. بحال واحد الاخت كانت قالت لك انا كنشطح بدوبياس، انا عمرني طلعت شطحت بدوبياس، نهار قبل ما نتعرف كنت كنشطح كسوه ديال لا دون سوريونطال ما فيهاش دوبياس، قالت لهم كنشطح في الاعراس بدوبياس، قالت لهم بلا الروتين حلال والرقص حرام. يمكن ما عرفتش هذه وجهه نظر ديالها كنحترمها، ولكن انا غير بغيت نقول لك انا ما كنشطح بدوبياس، كنشطح بقفطان، انا كنخدم العائلات، كنخدم الناس محترمين، كنخدم الاولاد صغار بنات رجال مع عيالاتهم، يعني ما غاديش نجي نشطح بدوبياس. فين انا عمرني ما شفت شي راقصه كدير رقص شرقي كتشطح بدوبياس. شوف الانسان فاش كيبغي اللي كيدير الباز كيبدا شي خربق ويجيبها فمه ويقول انا ما مساليش لكم، واللي كيهضر عليا بالخايب راه غير مقروص مني ضرك، وهذا دليل انني رانا كاينه، انني راه فرضه وجود ديالي في الساحه. دونك مادام انسان ما غايجيش يهضر على واحد ما معروفش ما يمكنش، مادام انا انسانه معروفه وانسانه فرضه راسها في الساحه راه اللي جا غيبقى يبلبل وخلي الناس تهضر. يعني الغريب حتى هو ملي كتشوف ان الناس يقدروا ينتقدوك، واحد الموضوع يقدر يجي هما يتعاملوا معاك ولا هما يتصلوا بك ويجيبوا لك هادي شتا بزاف وكتعاود هذاك الشيء. شوف الطومين ديالنا فيه النفاق، كنهضرش على الناس العاديين، كلشي شي كينافق شي كيضحك لشي كي هادشي، هادي حاجه معروفه. حتى الانسان اللي كيدير لي كومونتير خايب يقدر تلاقى معاك في الزنقه ويتصور معاك وانا فان ديالك وهذا كيتعجبني وبالتوفيق. هادشي حاجه اللي ولفناها شي حاجه عاديه. يعني من بعد واحد البرنامج حواري درتي على شو ديري تكلمتي الكلمه اللي درتو خطوطه شرق وكيتوصل شي عينيه اقصح ليه، شوف مع الناس اللي خداوها انا عمري قلت الرقص حلال، قلت هذاك الشيء اللي كندير انا بالنسبه لي، انا بالنسبه للراقصه شاكيره بالنسبه لي كيبان لي حلال، كنهضر على راسي انا وكنهضر على القناعه ديالي وكنهضر على وجهه النظر ديالي. يعني انا كيبان لي داك الطرف ديال الخبز ملي كنمشي وكنتعذب وكنعرق وكنفزق وكنشد واحد الكاشي في الاخر، بالنسبه لي دوك فلوس حلال. بغيتي تقبلها تقبلها، ما بغيتيش تقبلها ما تقبلهاش. انا ما كنفرضش انا شي فكره عندي انا ولا وجهه النظر ديالي كنفرضها على شي حد، بالعكس كنهضر على راسي انا قناعاتي هذوك، ما غاديش تجي تبدلهم ليا. على راس لا شوف يمكن نقول لك واحد الحاجه اخرى، يمكن انا قلت داكشي اللي كنفكر به وكيفاش كنفسر الخدمه ديالي والخلاص ديالي، بالنسبه لي انا حلال حلال طيبه. واش بززت على شي حد انه يقتنع بوجهه النظر ديالي؟ بالعكس كل واحد حر في راسه، كل واحد حر في الراي ديالو، كل واحد حر في قناعاته. مية في المية مية في المية. شوف ما عمر الانسان يدير شي حاجة شي خطوة، انا من الناس اللي بغيت ندير شي خطوة كنجلس كنفكر شحال مسبقا، وما عمرني واخا نكون نصبت ولا خطأت ما كنرجعش نشوف اللور، ما كنرجعش ندم حيت غنبقى اللور. مادام انني خطيت الخطوة الاولى خصني نكمل. انا كاع اي حاجة درتها واي حاجة عشتها ولا اي خطوة درتها في حياتي ولا خدمة ولا ما عمرني ندمت عليها، ما عمرني غندم، بالعكس حتى غلطت غنتعلم. كنقول الناس اللي كيبغوني كنت انا كنحماق عليكم، شكرا لكم بزاف وبكم انا كاينه واجده وحاضره. والناس اللي ما كيبغيونيش كنقول لهم حتى انا كنبغيهم واخا ما كيبغيونيش، عمر الناس ما يحكموا على انسان على الطريقه ديال التفكير ديالو ولا شنو كيدير، ديما كنقولها وكنعاود ناكدها والله ديما خلق. كاين حاجه اخرى هي الحرب الحاليه ما بين روسيا. لا يا خويا الله شوف فحالي فحال الناس شنا قاعدوك التصاور اللي تداولوا ديال عيالات مع ولادهم عيالات مع رجالهم، يعني التصاور كيقطع القلب، وتا مسلم ولا تا شي حد في العالم ما غيبغي الحرب، سيرتو الا كانوا جوج دول تبارك الله عملاقه فحال روسيا واوكرانيا، يعني اكيد الحرب غتضر الجميع. وكنتمنى ان داكشي يوقف وكنتمنى ما تكبرش الامور اكثر من هكا، حيت ضروري غنضروا لا ماديا ولا معنويا، و
خويا بحال داك الزين واش كيتحاربوا معاه الناس؟ بحال داك الزين اخويا كيتحاربوا معاه الناس. الله يا خويا الله. لا ما كنهضرش على اوكرانيات، الرئيس اخويا ديال اوكرانيا. صافي ايوا كنقول لكم السلام عليكم وعواشر مباركه، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه، وكنبغيكم بزاف بزاف.